تاني برنامج يوم سعيد، والنهارده احنا في وورلد جيري سكوير. انا النهارده وشمس هنكمل حلقتنا اللي بنتكلم فيها على مكونات البايك وازاي نتمرن على البايك الثابته داخل الجيم. طيب اشرح لي هاني مكونات البايك وازاي هنقدر نظبطها على الطول بتاعنا والقعده بتاعتنا. تمام، من الحاجات المهمه جدا ان احنا لازم ناخدها في الاعتبار هي ان انا ازاي بعمل حاجه اسمها بايك سيت اب، وده مناسب جدا ليا عشان اقدر اتمرن على البايك بطريقه سيف وما يحصليش اي اصابات. حسب اختلاف نوع البايك او حسب الشركات المنتجه تقريبا عندنا ثوابت. اول حاجه عندنا السيت او الكرسي بتاعنا، وده زي ما احنا قلنا بقدر اتحكم في طوله وارتفاعه حسب طول الشخص. حسب طول الشخص، وتقريبا بيبقى عندنا زي ريفرنس نقطه بظبط عليها اللي هي مستوى عظمه الحوض، وهنقول هنظبطها ازاي. تاني حاجه عندنا الهاندل، وبرده دي فيها بقدر اظبطها اب وداون عن طريق اليد دي حسب مستوانا وحسب كل واحد. ولو حد عنده مشكله في ظهره بنضطر نخلي الهاندل دي اعلى من المستوى الطبيعي بتاعها. بعد كده عندنا التحكم في المقاومه، ده اللي انا بقدر اتحكم فيه بالمقاومه، بزودها لاعلى ليفل او اقللها لاقل ليفل. طيب. وزي ما احنا بنقول حسب اختلاف انواع البايكس في بيبقى في شاشه ساعات بتبقى موجوده في بعض البايكس، دي برده مهمه جدا. دي هتعمل ايه؟ الشاشه دي بيبقى فيها بيانات اساسيه وانا بتمرن، بتديني الوقت اللي انا ابتديت فيه التمرين، بتديني الباور اللي هي مستوى المقاومه اللي انا بستعملها والليفل بتاعي، وده مهم جدا لان هو ده يعتبر عدد لفات البدال في الدقيقه الواحده، وده بيتراوح من 60 لفه في الدقيقه الواحده لغايه الماكسيمم بتاعي او اقصى سرعه بوصلها ل 120. نقطه مهمه جدا كمان في التحكم في المقاومه، النهارده لو انا حسيت ان انا مش قادر اتحكم في البايك ومش قادر اكنترول البايك، اول حاجه بنعرفها للمتدرب ان هو لازم يعمل ستوب للبايك عن طريق ان هو بيضغط المقبض عشان يوقف العجله، عشان يوقف البايك، ونقدر ساعتها نشوف ايه المشكله اللي عنده عشان نقدر نعالجها. هنبدا انا النهارده وكابتن شمس نعمل بايك سيت اب يكون مناسب ليها عشان تقدر تتمرن. يلا طيب يلا بينا. اول حاجه عندنا المستوى الكرسي بتاعنا، احنا تقريبا بنظبطه في البدايه مع عظمه الهب، بنحط ايدينا عندنا العظمه دي، هي دي المستوى اللي انا بظبط عليه مبدئيا مستوى الكرسي. نجرب. طيب. تمام، هنعمل تشيك كمان بعد ما هي تطلع. أربعة. ننزل شوية. اوكي. ماشي. اوكي. ماشي تمام. احنا طلعنا على العجلة دلوقتي. اوكي. هي دلوقتي ابتدت تطلع على البايك. عندنا جزء مهم قوي اللي هو السادل. الجزء ده لازم يبقى محكم على القدم. بس عندنا مشكلتين، ما يبقاش مشدود قوي، لو مشدود قوي بالعكس هيضغط لي على الاطراف بتاعتي وعلى صوابع رجليا وممكن يسبب في تنميل، فده هيبقى مشكله. او لو هو لوس خالص وسايب هيخلي الرجل هتتحرك وبالعكس ممكن يسبب مشكله عندي هنا في على الاتزان بتاعي وهيأثر معايا في اتزاني على البايك. فلازم يكون مظبوط ومحكم، والمدرب لازم بدوره يتاكد ويراجع على الجزئيه دي. طيب. اوكي، تاني جزئية احنا كنا بنتكلم عنها ارتفاع الكرسي. اوكي. لو عملناه عالي. لو عالي جدا. لا مش هعرف. لو عملناه عالي. تخيل لو احنا النهارده الكرسي عالي جدا. مش هنعرف نبدل. مش هنعرف نبدل لان انا تقريبا عشان اوصل لنهاية الحركة تقريبا انا هحمل على مفصل بتاعي وده يتسبب لي في اصابة، فدي مشكلة. او لو كمان الكرسي كان واطي جدا. ودي ناس كتير قوي اول بالذات المبتدئين بيحبوا ان الكرسي بيبقى واطي، بالعكس انا في الزاويه دي الزاويه بتاعتي بيبقى فيه تحميل، هو ابتدى يقاوم البايك، ده بيكون بدايه او ستارت مناسب لينا. وساعات بيكون في بعض البايك يعني بنريكومند من ليفل 3 ليفل 5 ده بيكون بدايه كويسه معانا. اوكي هنبدا يلا بينا. لو انا حسيت ان احنا واحنا بنتمرن على البايك ان هو سرعته اكبر من اللازم ومش قادر يكنترول، بقول له اول حاجه بتعملها ان انا لازم ادوس ستوب عشان اوقف البايك واتحكم في مستوى المقاومه بتاعي. اوكي. اوكي، لو انا بوزيشن بتاعي مش مظبوط، لو انا بحمل ظهري بوزيشن زي كده، ده بيبقى فيه تحميل جامد قوي على عضلات الظهر، فبرجع تاني لوضع البدايه بتاعي، وده بوزيشن من الجلوس، بنضطر بقى نزود المقاومه عشان نستعمل البوزيشن التاني اللي هو الستاندنج بوزيشن.
وطبعا مع مصاحبه المزيكا بيبقى في عندنا التامبو او الار بي ام بتاعي، ده بيتناسب مع سرعه المزيكا بتاعتي، وزي ما قلنا بيبقى كل ده باين عندي على السكرين والار بي ام بيكون واضح. وبكده نكون اتكلمنا النهارده على تفاصيل اكتر على التدريب على البايك الثابته جوه الجيم، استنونا عشان نعرف تفاصيل تانيه اكتر.